منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، والبحرين تسير بخطى واثقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات. القطاع الصحي في المملكة أحد أهم هذه القطاعات التي شهدت طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، والتي تأكدت في استراتيجية تحسين الصحة في البحرين الأعوام 2015 إلى 2018. تبنت حكومة مملكة البحرين متمثلة بوزارة الصحة سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عن طريق برامجها الوقائية والعلاجية من خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها، والتي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للصحة. تم تدشين استراتيجية تحسين الصحة، وهذه الاستراتيجية كانت تتضمن 6 أهداف، وهذه الأهداف لديها 20 مبادرة، وجاءت هذه الاستراتيجية منسجمة مع برنامج عمل الحكومة من عام 2015 إلى عام 2018. الإنجاز الآخر والذي نفتخر به هو التوقيع على اتفاقية الاعتماد الكندي، وخاصة في الأسبوع الماضي، وهذا ما يسعدنا ويسعد مملكة البحرين بحصول مراكزنا الصحية على هذا الاعتماد. تتركز خطط الوزارة الاستراتيجية على الاستمرار في تطوير نوعية وكمية خدمات الرعاية الصحية الأولية، لذا تمت زيادة العيادات المخصصة وزيادة ساعات العمل في جميع المراكز الصحية، وتفعيل برنامج أي صحة الذي سهل تقديم العديد من الخدمات الصحية. برنامج الأي صحة الشامل، والذي يغطي كافة المراكز الصحية والمستشفيات، ونحن الآن في المراحل شبه متقدمة في تطبيق هذا النظام، وبالتأكيد راح يكون نموذج قد يحتذى به من كافة الدول الأخرى. وفي ظل الرؤية الثاقبة التي سطر بها جلالة الملك المفدى عهده الإصلاحي، فإن منتسبي وزارة الصحة ملتزمين بتقديم الخدمات الصحية على مستوى كبير من الجودة، كما يتحتم عليهم التعرف على النواقص والمعوقات ووضع الحلول والبدائل للتطوير وتسخير كافة الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.